ازاي بتتأكد كصفحة أطفال مفقودة إنه اللي هيجي يستلم الطفل ده ما هواش بياخد طفل لا يخصه للإتجار في البشر، للإتجار في الأعضاء؟ ازاي بتعملوا ضمانات لده؟ مبدئيا مش احنا اللي بنسلم الطفل لأسرته، احنا مجرد بنوصل الجهات الحكومية بالواقع. يعني انت بتقولي رامي انا عثرت على الطفل ده، حلو جدا، فين؟ في المكان الفلاني. خليكي زي ما انت، نجد الطفل هتجيلك، احنا بنتعامل مع كل أجهزة الدولة كلها، نجد الطفل هتجيلك او انت مش مستعجل، طب عايزك تروح على القسم، هنخلي الناس اللي في القسم تستناك، هتعمل بلاغ بتاعك والبلاغ هيوصل للنيابة، والنيابة هتاخد الملابسات دي كلها تبعتها لنا، تقول لنا احنا يعني على تواصل مع النيابه مباشر. بناخد البلاغ، البلاغ ده ننشره عندنا ونرجع نبلغ النيابه ونبلغها. ده عظيم. انت بتخرج الصفحه، يعني الجزء القانوني، الجهات الرسميه هي اللي بتعمله. طبعا المجهود اللي احنا بنعمله، خلينا نكون يعني واضحين، قبل اطفال مفقوده كان في زمان قوي برنامج المفقودين. ايوه كان في صفحات الجرايد. مظبوط. لسبب ما انا مش عارف هو ايه، ما بقاش فيه البرنامج ده لا في القناة دي ولا في غيرها، وما بقاش فيه الحكاية بتاعت الجرايد. صح، فكرتني. صح، طبعا ده مهم جدا. صغيرين كان يجي كده زمان في تلفزيون فقر اطفال المفقود. ايوه صح. والناس كانت بتقول ان ده ما حدش بيشوفه، وده مش حقيقي. هو اللي لقى طفل عارف ينشر صورته فين، واللي ضايع منه طفل بينشر عارف. لو انا عايز ادور يعني كان في منصه، المنصه دي اللي لقى طفل صغير بيحطه فيها. صح، واللي ضايع منه طفل بيحطه فيها. صح، مش مهم تقامت شايفه، الاثنين هيقابلوا بعض. النهارده مفيش غيرنا، وده مش صح. طيب مهندس رامي الجباري، اخر حاجه في فقرتنا، وبعد 9 سنين نتعرض لقصص كتيره جدا، ايه الخلاصات اللي انت كشخص وكرب اسره طلعت بيها؟ يعني ممكن تبقى خلاصات معنويه وممكن تبقى خلاصات عمليه. طيب خليني هقول لك كده، في حاجة عندي وعندك وعندنا كلنا كده، احنا قاعدين بيها نعمة رهيبة احنا ما نعرفش عنها حاجة، وعمرنا ما حمدنا ربنا عليها. ناس هتقول لك الصحة، ناس هتقول لك لا، اسمك اللي في البطاقة ده نعمة كبيرة قوي. اسمك اللي انت عارفه ومتأكد منه ده نعمة كبيرة قوي، لان في ناس هتعيش وتموت نفسها تعرف اسمها ايه. هو عايش باسم بس بيقول ان انا ده مش اسمي على فكرة، انا اكيد ماما كانت مسماني اسم تاني، فهو عايش نفسه يعرف هو مين. فالناس اللي بتقول لك صحتك والنفس اللي طالع انا بقى هروح معاك لحاجه في البطاقه انت عمرك ما فكرت فيها. فاسمك ده نعمه كبيره جدا انك عارفه. فانا بقيت بحمد ربنا على كل حاجه واي حاجه، بقيت عارف ان انا حياتي يعني عندك حق، انسان ممكن حياته تتغير في ثانيه، عندك تبقى معاك النهارده وبكره ما بقاش معاك، ما تلاقوش بقيت عمرك. سؤال انا مين؟ رهيب. يعني التفكير فيه مخيف. طيب على مستوى أسرتي بقى، أنا هقولك إيه اللي اتغير فيا. أنا لما ابتديت أطفال مفقودين ما كنتش صغير برضو، بس لما عملتها ما كنتش شايف نظرة ولادي لي ونظرة قرايبي لي ونظرة صحابي، ما فكانتش فارقة معايا. يعني إيه، أنا أب جميل، أب طيب، أب جدع، أب أي حاجة. بس لما عملت أطفال مفقودة وابتدت ولادي تحكي لي، أنا بابايا اللي بيرجع الولاد المخطوفين لأهلهم، فلما يجوا اصحابهم عندهم بتحكي لنا الحكايه، طب احنا عايزينك في المدرسه، تيجي تحكي لهم الحكايه بتاعت اطفال مفقوده والولد اللي رجع مين، ولما ابني او بنتي يبقى في المدرسه وباباه هو اللي بيتكلم قدام المدرسه كلها وبيحكي حاجه ليها باطفال، مش بيتكلم عن شغله السايبر سيكيورتي او التكنولوجي او لا، ده جاي يكلمه على حاجات شبههم، ولاد زيكم. بنزل شايف ابني وهو بيبص لي من على يعني انا على الستيج، انا واحد من السبيكرز بتاع فيسبوك في العالم. عمري ما خفت على الستيج غير مره واحده كان ابني فيها قاعد قدامي، البص اللي كان بيوصل خوفتني. انا دايما بقى لابس ساعه ابقى عارف بيها نبضات قلبي شكلها ايه، الساعه بقت بتزمر لمجرد ان انا بصيت له بس. فمتعه رهيبه انك تشوف في ولادك انبهارهم بيك. اي نجاح في الدنيا متعه طبعا، اي انجاز متعه، انما اللي انت بتقوله ده حاجه اكبر بكتير. اللي انت بتقوله ده مش مجرد نجاح ومش مجرد تحقق، دي قيمه بترفع من انسانيتك، لان انت بتساعد انسانيه الاخرين. دي حاجه بتتخطى
بيها الايجو الايجو المحدود ليك لمساعدة ناس، وهو ده أجمل ما في العمل الخيري يا باشمهندس. آه دي حقيقة. حقيقة بنحييكم جدا على المنهجية اللي انتوا اشتغلتوا بيها، وعلى الإصرار وعلى الاستمرارية، ونتمنى انه طول الوقت يبقى في تجويد في الخدمة اللي انتوا بتقدموها. وزي ما قلت في البداية، في ناس كتيرة جدا في العالم شايفة ان هي من ابدع المبادرات للمجتمع المدني في العالم، صفحة اطفال مؤسسها المهندس رامي الجبالي. بشكرك شكر جزيل مرة تانية، يا رب ما يفرق الأحبة ولا يبعد حد عن ضناه. شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك والله، انا اللي بشكرك.